السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هناخد مع بعض مثال عملي في موضوع الريفيت أرتكشر. للأسف أنا شغال دلوقتي على الريفيت ميكانيكال، بس إن شاء الله الأدوات الأساسية بتاعتنا موجودة، اللي هي مثلا الوول، الأوبننج، الويندو، الدور، الحاجات الأساسية موجودة إن شاء الله. فأول حاجة هبدأ أعملها إن أنا أظبط الوحدات. يو إن بيجيب لي الوحدات، هنا في وحدات عامة وفي حاجات للاستراكشر، حاجات للتكييف، وحاجات للالكتريكال، حاجات للبايبنج. انا هدخل في الكومن فبلاقي التول. هنشغل بقى تول، احنا هنشتغل بالمتر، تمام. عايز قد ايه وحدات كسور؟ احنا ممكن نخليه يقرب مثلا لاقرب 10 او اقرب 100 او اقرب 1000، وده مش هيبقى كويس بالذات المتر. ممكن ناخد الحاجات دي في المليمتر. الانسب لشغلنا ان احنا بنستخدم الاقرب كسرين، بحيث لو انت تاخد 15 او 25 تبدأ تشتغل معاك. اكتر من كده كسور، اكتر من كده هيعمل لك دقة هتلخبطك، واقل من كده مش هتقدر توصل ان انت مثلا تخلي 25، لا هتلاقيه بيقربها ل 30. فاقول له اوكي اوكي تمام. طيب انا دلوقتي عندي كام ليفل؟ اجي ابص كده في الاليفيجن بلاقي ان انا عندي 2 ليفل. طيب انا محتاج ليفلين كمان احتياطي. اقول له من ارتكشر، اقول له انا عايز ارسم ليفل، واجي هنا اقول له انا هرسم 4 متر مثلا. ممكن اكتبها اوتوماتيك وممكن بالماوس اقرب منها، وخليني لحد ما يجيب لي الخط دوت. اول ما يجيب الخط اتك واسحب للناحية التانية، كده عمل لي ليفل. واجي هنا برضو اختار 4 متر واسحب، ما دام مربوطين ببعض والخط ده موجود، يبقى مجرد ان اسحب واحده فيهم من البابل ديت هتلاقي كله بيسحب معايا، تمام. ممكن ابدا اسمي هنا الاسامي، وممكن اغير المقاسات. يعني احنا لسه ان شاء الله ما استقرناش على الارتفاعات. ممكن اقول مثلا ده 1 متر مثلا، هتلاقي هو طلع الواحد متر دوت. طب لو قلت له صفر هتلاقيه خلاص جه عند صفر. ممكن برضه اغير الحاجات دي، اقول له مثلا ده بيزمنت ودوت الدور الاول، وده يعني الحاجات دي كلها زي ما انت عايز، تمام. طيب لما هاجي كده انا ما عنديش هنا لسه واحده للمعماري، عايز ابدا اعمل ديسبلين زي ما هي الكتريكال وميكانيكال، لا عايز اعمل معماري. فهاجي على قائمه فيو وهقول له بلان فيو فلور بلان، يعني انا عايز اعمل فلور بلان جديد، كرييت للفلور بلان. بيقول لي كل الفلور بلان موجود قبل كده، لو انت عايز تكرر بشيل العلامه ديت. فبقول له انا عايز كل ال4 ادوار دول كررهم لي، فهو على طول بينشئهم. وانشئهم هنا اهو، البيزمنت ليفل 2 ليفل 3 ليفل 4، تمام. هاجي هنا اقول له دول حطهم لي مش في الميكانيكال، لا حطهم لي في الاركتكشر، والساب ديسبلين خليه لي ارش، ممكن نسميه اي اسم بس هو خليه قرش كده مؤقتا، تمام. في حاجة لسه مجتش معايا اللي هي ليفل 4، اقف على ليفل 4 واقول له دي خليها لي ارتكشر، والديسبلين بتاعي خليه قرش، تمام. عايز ابدأ اشوف المشروع بتاعي، هقول له مكونات انسرت، هقول له عندي لينك كاد وامبورت كاد. امبورت كاد بستخدمها لو انا عايز الوحده الكاد دي تفضل معايا على طول، يعني مش عايز افجرها، عايز اخليها معايا. دي بنستخدمها مثلا لو انت عندك اي كلام مثلا عايز تحطه، اي رموز موجوده، اي ليجند. انما لينك كاد ده لو احنا هنشتغل في المشروع بعد شويه هنشيل الوصلات بتاعه الكاد. اقول له لينك كاد، اختار اللوحه بتاعتي. عندك ممكن تختار سنتر تو سنتر او اورجن تو اورجن، الافضل اورجن تو اورجن. هنا بتختار الوحدة بتاعتك هل هي بالمتر ولا بالمليمتر، واقول له ايه اوكي. هو بقى بيستدعي الوحدة الكاد عشان نبدأ نشتغل عليها. لو هي مش ظاهرة معايا بقول له زد اي، زد اي بيحاول يعمل لي زوم للحاجة. في مشكلة في لوحة الكاد ان في عنصر بعيد، فعشان كده اللوحة معملش زوم لوحديها، تمام. طيب انا هاجي هنا وابدا اشوف الشغل بتاعي، تمام. عندي هنا الحيطان، اول حاجه اعملها ان انا اقول له دي اي، ده طلع كده 20 سنتي.
طيب لو انا عندي لير عايز اخفيها زي لير الدايمنشن دوت، تمام، بعمل ايه؟ بدوس في في واروح في الامبورتد كاتيجوريز واشوف اللوحه بتاعتي، بدخل جواها واشوف اني لوحه اللي ممكن يكون حاطط هو فيها الجريد اللي حاطط فيها الدايمنشن، تمام. بلاقي مثلا ان هو عامل ليرين، دايمنشن اوت دايمنشن، طبعا ده غلط يعني، لوحه الكاد دي فيها شويه غلطات كتيره ان هو حاطط كذا لير للدايمنشن، تمام، وكلهم يعني مش مفيش قاعده ثابته عليهم. بقول له اوكي، بلاقي الدايمنشن اختفى. طيب لو انا عايز ابدا ارسم حيطان، باجي من قائمه اركتكشر وبختار وول او بقول له دبليو اي، تمام، بلاقي وول وستراكشر وول. لا، احنا اغلب شغلنا هيبقى على الوول. ستراكشر وول لو انت هتعمل حوائط حامله تختار ستراكشر وول، فبقول له وول. هنا انا مش هقدر امشي، انا لسه محددتش ارتفاع الدور، فعشان انا لسه محددتش ارتفاع الدور اختار اقول له اربطه لي بالدور اللي فوقيه ليفل 2، لان لو قلت له 4 وفي الاخر استقرينا ان احنا خلينا الدور مثلا 5 او خليناه 4.5، هتلاقي كل شغل انهار. فانا عشان لسه بنفكر في المشروع هختارها ليفل 2، واجي هنا ابدا اشوف الحيطان اللي عندي. طيب انا عندي هنا حيطه سمكها 20 سنتي، ممكن اقول له اديت طيب وابدا اعدل فيها واختار الماتيريال زي ما انا عايز. انا هبدا ارسم على طول، اختار الاداه ديت اللي هي بيك الاين، يعني مجرد ان نعمل بيك على اللاين هو يبدا يرسم الحيطه كلها، بس لازم اختار لوكيشن لاين اقول له من الفينش مش من السنتر لاين. سنتر لاين مجرد اعمل علم على الخط هيرسم الحيطه نصها يمين نصها شمال، فانا اختار كده، تمام، وممكن ادوس تاب يروح مختار هو الحوائط كلها، اتك خلاص هو كده رسم كميه كبيره جدا من الحوائط، تمام. ممكن اجي هنا برضو، ممكن اجي هنا برضو واروح دايس تاب الاقي رسم لي شويه حوائط كتير، تمام، حسب هو الارتباط بتاعهم معمول ازاي. فدي بعض الادوات بتسهل لي عليا الشغل بتاعي، تمام. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط، مثلا حاجه زي ديت ما تضموش لبعض، اروح ادايس هنا ودايس هنا خلاص تي ار، امر تي ار، او من قائمه موديفاي ممكن اختار الامر دوت اللي هو تريم اكستندد تو كورنر، تمام، هو عامل زي امر فيلت، تمام. وهقول له برضه ابدا اكمل الحوائط زي ما انا كنت شغال، استختار برضه اداه بيك لاين واجي هنا. طيب انا عايز الخط ده يكمل لحد الخط دوت، اعمل ايه؟ الاقي عندي اداه هنا اسمها تريم اكستندد سنجل اليمنت، راح مختارها واختار الخط دوت، الحته دي والحته دي، تمام. البيبان هنعملها بعدين، بس في حاجه في البيبان او ناس كتير رسمت غلط وقالت لي على الموضوع ده، ان هو بيرسم الحته دي وبرسم الحته دي ويجي يحط باب في النص في الفراغ. لا، ده انا برسم حته كامله وبعد كده بتنزل الباب في الحيطه، هو بيعمل القطع وكل حاجه. فانا هكمل موضوع الول بيك لايت، ماشي. انا كده رسمت الحيطه ديت، عايزه بقى تكمل لحد هنا، اعمل ايه؟ امر الاين واختار الحيطه اللي فوق واختار الحيطه الجزء دوت، او ان انا اسحب الحيطه دي على طول اقف عليها واروح ساحبها لفوق شويه، تمام اهي. طيب الحتتين دول خابطين في بعض كده، هما مش خابطين في بعض بس انا عايز اعرفهم ان هما مع بعض، فبقول له جوين الحته دي مع الحته دي، فبقى شكلها جميل وكويس. لو انت شايف ان الخطوط تقيله شويه فبقول له تي ال، بتلاقي الخطوط بقت خفيفه، تمام، حسب انت عايز تشتغل بأنهي طريقه. وغالبا الحته دي ممكن تكون عمود، نشوف العمود كده هو رسمها بأنهي شكل. العمود هي، لا العمود هو مديها هاتش. طيب هبدأ اكمل اقول له وول وابدأ اختار كل الحيطان اللي عندي، الحيطة دي مقاسها مختلف، اقول له دبليو ايه، اقول له انا اسف سوري، اقول له دي اي وابدأ اقيس من هنا لهنا، طلعت دي 150، يبقى الحيطة اللي هترسم هنا 150. هقول له وول وابدأ اشوف في حيطة هنا 150، مفيش، طب كويس ان مفيش. ندخل اديت تايب واقول له دوبليكيت واقول له الحيطة دي 150،
تمام، واشيل علامة الاتنين ديت واقول له اوكي واديت، وادخل هنا اقول له دي خليها 150. اوكي تمام، وابدا اقول له باك لاين. تمام، نبدا اختار الحته دي وابدا اختار الحته ديت، وممكن نختار الحته الصغيره ديت، الحته دي مثلا اكبر. تمام، الحته دي 200، هاجي هنا واقول له اختار لي الحته اللي هي ال 200. تمام، واقول له وول. اختار الحته ديت. تمام، وبنفس الشكل برضو هبدأ اختار كل الحيطان. الحتة دي 150، طيب انا هعمل الحتة ديت، وبعد كده ممكن اجي هنا من الناحية دي. تمام، وبعد كده اختار الحيطة اللي هي 150 واعملها هنا. الغرض ان الموضوع هتلاقيه بسيط معاك، مش هتلاقيه فيه تعيد. ممكن نستخدم امر الاين الحتة ديت مع دي. تمام، وول، واختار الحيطة اللي هي 200. وزي ما انت شايف، تعالى نشوف كده الجزء اللي احنا عملناه دوت اهو. شايف اديك رسمت حاجة 3D في ثواني. ممكن اجي هنا اقول له وريها لي شديد، او وريها لي بالوان حقيقية. هنا عشان تيجي معاك احسن اقول له الديسبلين خليه ارتكشر، هتظهر معاك الحيطان. هتلاقي ان احنا بنرسم حاجة 3D مش 2D، والموضوع بسيط. وممكن حتى كمان ان نرسم جزء واحد ونقول له ميرور الناحية التانية، فالشغل بتاعنا ايه، ما ياخدش وقت خالص. دلوقتي انا هبدأ نكمل ان شاء الله. انا بس وقفت الفيديو على اساس ما نكبرش المساحة بتاعت الملف. طيب انا دلوقتي على اساس اشوف الحيط الاوتوكاد اللي موجود، هاجي هنا واقول له اعمل لي شغل واير فريم عشان اشوف الابواب. هبدا احاول انزل الابواب من اركتشر، اقول له انا عايز انزل ابواب. بيقول لي مفيش بيبان متحمله في المشروع دوت، اقول له مش حمل بيبان. اشوف المكتبه بتاعه الفاميلي اللي عندي، ريفت فاميلي دور، نبدأ نشوف أي باب كده من شكله لطيف شوية. وليكن مثلا الباب دوت اوكي. طيب انا دلوقتي حطيت الباب، هو على طول حط لي التاج بتاعها. طيب الباب ده مقاسه مختلف. طيب نشوف الباب الحقيقي ده 1.20 متر. طيب هنا في 1.20 متر، لا مفيش 1.20 متر. طيب اعمل ايه، اقول له ايديت تايب، واجي هنا اقول له دوبليكيت، واقول له خلي لي ده 1.20 متر. اوكي، واجي ابص في الخصائص الاقي الويتس دوت، اقول له ده خلي لي دوت 1.20 متر، 1.2 متر.